قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال: الحديث 49 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. قال رحمه الله: وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع الأمهات، وإن علون من كل جهة، والبنات وإن نزلن من كل جهة، والأخوات مطلقاً، وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلن، والعمات والخالات. هذا الحديث هو عمدة باب الرضاع أو ما يتعلق بالرضاعة. والرضاعة أمرها خطير للغاية، فلا بد لك أن تعلم هذا الباب من أبواب الفقه، لأنه متعلق بنشر الحرمة، بنشر الحرمة في الناس. فكما أن الإنسان تنتشر الحرمة في نسبه، وكما ذكرهم الشيخ هنا، كذلك تنتشر الحرمة بسبب الرضاعة، بسبب الرضاعة. ومما ينبغي أن ينتبه له أن كثيرا من الناس لا يثبت هذا الأمر، أي لا يكتب هذا الشيء أو يشهد. فإن المرأة التي أرضعت قد تموت ولا يعرف أنها أرضعت فلانا إلا هي، فلا بد أن تشهد على رضاعتها لهذا الصبي ولهذا الصغير. وعلى هذا فإن أمر الرضاعة ينبغي أن يبين، وينبغي أن يوضح، وينبغي أن يشهر. ولذلك صح في الحديث أن امرأة جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قد أرضعت فلانا وفلانا، وهما قد تزوجا. ذهب الزوج يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفارق زوجته، لأن هذه المرأة قد شهدت بأنها قد أرضعت الزوجة والزوجة، فإذا هم إخوة في الرضاعة. فعدم الإشهاد وعدم المعرفة ماذا؟ يتسبب في وقوع إشكالات. قد يتزوج الإنسان أخته
من الرضاعة، وقد يأتيها أولاد بعد ذلك، فيكون أمرا لا يحمد عقباه. كذلك مما ينبغي أن ينتبه له أن هناك من يرضع دون إذن، وهذا لا ينبغي. لا ينبغي أن المرأة ترضع ولدا أخرى إلا بإذنها، إلا بإذنها. يعني مثلا جاءت امرأة الجيران إلى امرأة من إما قرابتها أو من جيرانها، فقالت لها أريد أن يكون ولدي عندك حتى أرجع، ثم بكى الولد فأرضعته. هذا لا ينبغي. الذي ينبغي أن تستأذن قبل أن تفعل، لأنه يترتب على ذلك أمور كثيرة، وسيأتي بيان ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. الحاصل لا ينبغي أن نستهين في هذا الباب، لأنه باب تنتشر فيه الحرمة، تنتشر فيه الحرمة، تنتشر فيه الحرمة. وبسبب هذا، بسبب هذا الأمر، قد يقع الإنسان بأن يتزوج عمته مثلا من الرضاعة، أو خالته من الرضاعة، أو أخته من الرضاعة، فهذه من المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها وأن تبث بين الناس، لا سيما أن كثيرا من العوام لا يعرفون أحكام الرضاعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وذلك أن المحرمات من النسب. انتبهوا لهذا الكلام. وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع الأمهات، الأمهات وإن علونا من كل جهة. أم الأم محرمة، أمك محرمة، أمها الذي هي جدتك محرمة، أم جدتك محرمة. إذن الأم وإن علت من أي الجهات، سواء أم الأب أو أم الأم، فإنها أمهات، يطلق عليها أمهات. قال: الأمهات وإن علون من كل جهة، يعني من جهة الأب ومن جهة الأم. والبنات وإن نزلن من كل جهة، بنات البنات وبنات الأولاد، البنات عموما، كل ما تفرع منك فهو حرام عليك، ما تفرع منك، ما كان من مائك. ولذلك بنات البنات وبنات أيضا الأولاد. قال: والأخوات، الأخوات سواء أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، كلهن محرمات. قال: والأخوات مطلقا، وبنات الإخوة وبنات الأخوات أيضا، لأنك أنت بنات الأخوات أنت خالهن. وإن نزلنا بنت أختك وبنت بنتها وبنت بنت بنتها وهكذا،
وإن نزلنا. نعم، فأنت خال لهن جميعا. قال والعمات، العمات هي من هي العمة؟ أخت الأب، أخت الأب. والخالة أخت ال 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 أخت الأب وأخت الأم، أخت الأم يقال لها خالة. الآن هناك خطأ في إطلاق العمات والخالات، فهناك من يقول تقديرا لزوجة عمه عمة، يقول لها تقديرا، لكن ما في بأس أن يقول لها تقديرا، لكن في الأحكام الشرعية هي أجنبية. زوجة العمة، زوجة العم ماذا؟ أجنبية. زوجة الخال أجنبية، يقال لها خالة عمة من باب إيش؟ الاحترام، من باب الاحترام. أما العمة التي لا تحل لك هي أخت الأب، والخالة التي لا تحل لك هي أخت الأم. لا بد أن نفرق، لأن كثير من الناس إلا من رحم الله تجد مثلا يسلم على عمته، يسلم على عمته، وإذا سألته هل هي عمتك يقول لا، هي عم، هي زوجة عمي. هذه ليست عمتك، هذه أجنبية. لو طلقها عمك يجوز لك أن تتزوجها، إذن هي تحل لك، هي أجنبية، هي أجنبية عنك. فلا بد أن تعلم أن العمة المحرمة هي أخت الأب، والخالة المحرمة هي أخت الأم. قال فجميع القرابات حرام إلا بنات الأعمام، بنات العمات وبنات الأعمام وبنات الأخوال وبنات الخالات، هؤلاء إيش؟ أجنبيات. الخالة نعم أنت محرم لها، ولكن بنات الخال، بنات الخالة، بنات العم، بنات العمة أجنبيات. يجوز لك أن تتزوج بنت خالتك، بنت عمتك، إذا لم يوجد رضاعة، مجرد النسب، يجوز لك أن تتزوج بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالتك. إذن هؤلاء ليسوا، لست محرما لهن، هن أجنبيات عنك. قال رحمه الله تعالى وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة وصاحب اللبن. هذه السبع اللي ذكرهن الأمهات، البنات، الأخوات، بنات الأخ، الإخوة، بنات الأخ، الأخوات، العمات، الخالات، هؤلاء يعني يحرمون عليك بالنسب، أيضا هن محرمات بالرضاعة. فمثلا أمك من الرضاعة حرام، أختك من الرضاعة حرام، بنت أخيك من الرضاعة أنت عمها، بنت أختك من الرضاعة أنت خالها. ما عليك إلا أن تنتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني اجعل الأمر كأنه نسب، ابعد كلمة رضاعة، كأن هذه أمك خلاص، كما يحرم من النسب لو كانت أمك فكل ما يتعلق بها هؤلاء يحرمنا، كذلك من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن اجعل الأمر بدل أن يكون رضاعة اجعله نسب، اجعله نسب حتى ما تدخل في متاهات. بعض الناس يأتي يسأل يقول مثلا بنت أختي من الرضاعة، بنت أختي من الرضاعة، نقول له ابعد كلمة الرضاعة، قل بنت أختي. هل يجوز لك أن تتزوج بنت أختك؟ ما يجوز، أنت خالها، فهمتم؟
يعني كلمة رضاعة لا تشوش عليك، اجعلها كأنه نسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يعني لو سألتك الآن، لو سألتك الآن فقلت لك بنت أخيك من الرضاعة، مباشرة تقول لا، تقول لا يجوز، لأنك أنت عمها، لأنك أنت عمها، هذه تسمى العم من الرضاعة، لأن هناك عموم من الرضاعة، هناك خالة من الرضاعة، كل ما يتعلق بالنسب يتعلق بالرضاعة، فانتبهوا لهذا الأمر. وسيأتي معنا حتى في المصاهرة والجمع بين الأختين، سيأتي معنا هذا الأمر. قال رحمه الله: وهذه السبع محرمات من الرضاع من جهة المرضعة وصاحب اللبن. من هو صاحب اللبن؟ الزوج، لأن بسببه جاء اللبن. المرأة ذات، يعني متى يأتي اللبن؟ عندما تحمل، عندما تحمل المرأة يأتي اللبن. إذن من هو السبب في مجيء اللبن؟ الزوج. إذن اللبن لبن الفحل، اللبن تابع للزوج، لذلك صاحب اللبن يكون أبوك، صاحب اللبن هذا الزوج، ها، يكون أبوك، صاحب اللبن يكون أبوك. لماذا؟ لأنه هو صاحب اللبن، ولذلك يقال لبن الفحل، اللبن لبن الفحل، وبسببه جاء اللبن، ولذلك هو أبوك من الرضاعة. طيب إخوته، إخوته أعمامك من الرضاعة. إذن المرضعة ما يتعلق بالمرضعة، وما يتعلق بصاحب اللبن أيضا، فهمتم؟ صاحب اللبن أيضا يكون أبوك، فكل ما يتعلق به يتعلق بك، كل ما يتعلق به يتعلق بك لأنه هو أبوك. وقلت لكم ابعد كلمة من الرضاعة حتى لا تشوش على نفسك، هذا أبوك مثلا، خلاص هذا أبوك، إخوانه إيش؟ أعمامك، إخوانه أعمامك، أخواته ها عماتك، وهكذا. طيب زوجاته الأخرى، ها زوجاته الأخرى زوجة أبيك، الآن هذا والدك خلاص، زوجات أبيك، هي ليست أمك من الرضاعة لكن زوجة أبيك، حرم عليك. أبوك لو تزوج أربع، لو تزوج عشر، كيف تزوج عشر؟ تزوج مثلا أربع ثم طلق ثم تزوج، تزوج إلى أن وصل إلى عشر، كلهن زوجات أبيك، فهمتم كيف؟ إذن تنتشر الحرمة من جانب المرضعة ومن جانب صاحب اللبن، من جانب صاحب اللبن. قال رحمه الله تعالى: قال وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة وصاحب اللبن إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر. إذن ثم قال في الحولين: إذن هذان شرطان، الشرط الأول أن تكون خمس رضعات. هل يشترط أن تكون هذه الخمس رضعات مشبعات؟ لا، ما يشترط. ما هي الرضعة؟ الرضعة هي أن يلتقم الرضيع الثدي يمصه ثم يتركه، هذه إيش؟ هذه رضعة، يمص يمص ثم يترك، هذه يقال رضعة. إذن قد تكون خمس رضعات في مجلس واحد،
رضيع التقم الضرع شرب قليلا ثم ترك يتنفس. هناك من الأطفال من إذا أمسك الثدي فإنه يشرب منه مرة واحدة دون أن يقف ولا يتركه. ليس المقصود يعني تركه هو أن يبعد فمه عن الثدي، ليس أنه يقف عن المص. إذن أن يلتقم الثدي ثم يتركه، هذه مرة، ثم مرة ثانية إذا التقم الثدي ثم تركه. فإذا الخمس رضعات قد تكون في مجلس واحد، طفل التقم ثم ترك، ثم التقم ثم ترك، ثم التقم ثم ترك، ثم التقم ثم ترك، ثم التقم ثم ترك، هذه خمس، خلاص هذه أمه. لكن طفل التقم ولم يترك، ما شاء الله، التقم الثدي وشرب منه ومصه إلى أن انتهى، يمكن نصف ساعة وهو يشرب، ما هذه إيش؟ هذه مرة واحدة. ولذلك يقول العلماء قد تكون الخمس في مجلس واحد، وقد تكون الخمس في خمسة مجالس، قد تكون الخمس في خمسة مجالس. لا يشترط أن تكون مشبعة، انتبهوا لهذا، من قيد بأنه يشترط أن تكون مشبعة هذا قيد ليس بصواب، لا يلزم أن تكون مشبعة، خلاص التقم الثدي ثم تركه. الشرط الثاني في الحولين، في الحولين. طيب قبل أن ننتقل إلى الحولين، هنا مسألة، انتبهوا هذه مسألة مهمة جدا. طفل رضع من امرأة، رجل عنده زوجتان، وكليهما أو كلتاهما ترضعان، فجاء هذا الطفل رضع من هذه المرأة مرتين ورضع من هذه ثلاث، الآن هذا خمس، هذه خمس، رضع من هذه المرأة مرتين ورضع من هذه ثلاث، هل يكون بهذا له أم من الرضاعة؟ ما عنده أم من الرضاعة إلى الآن، ما عنده، لكن الزوج أبوه من الرضاعة، لأنه هو صاحب اللبن ورضع من هذا اللبن خمس مرات. وهذه المسألة لذكرها العلم، قد يكون هناك أب من الرضاعة وما تكون هناك أم من الرضاعة، هذه المسألة مثل اللغز، قد تسأل يقال أب يعني طفل له أب من الرضاعة وما عنده أم من الرضاعة، هذا الطفل رضع من زوجتين تحت رجل واحد، زوجتين لرجل واحد، لكن رضع من هذه مرتين ومن هذه ثلاث، ما رضع، لو رضع خمس وخمس هذه تكون كلتاهما أمه، هذه أمه وهذه أمه، صح؟ هذا لا خلاف، لكن رضع من هذه مرتين ورضع من هذه ثلاث، اجتمع في حق الزوج خمس رضعات من نسبة من لبنه، لأن اللبن لبن الفحل، سواء عند هذه المرأة أو هذه المرأة، فهو أبوه من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة، ليس له أم من الرضاعة. طيب لو كان العكس، هل يكون امرأة تكون أم من الرضاعة ويكون طفل له أم من الرضاعة وما له أب من الرضاعة؟ نعم، يكون أيضا طفل له أم من الرضاعة وما له أب. مثال ذلك، امرأة تزوجت وحملت وولدت، فجيء بطفل فرضع منها، ثم طلقت، رضع منها رضعتان أو ثلاث، ثم طلقت، ثم تزوجت أخرى ما زالت في الحولين، ثم يعني أرضعت، هذا الطفل نفسه ماذا؟ بقي رضعتان له، فرضع
من لبن الأول 3 رضعات، ومن لبن الثاني الزوجة الثانية 2 رضعتان. فإذا له أم من الرضاعة وليس له أب من الرضاعة، لأنه ما اكتمل 5 لرجل واحد. فهمتم؟ أعيد، أرى الاستغراب في بعض الوجوه. امرأة أرضعت طفلا مرتين، رضعتين، ثم طلقت مثلا، أو قل أنها ماذا؟ نعم، ثم تزوجت آخر، ثم حملت للآخر، ثم أرضعت للآخر، فجيء بذلكم الطفل الذي شرب من لبن الزوج الأول مرتين، الآن جيء به حتى يشرب 3 مرات، فهذه أم من الرضاعة، لأنه اكتمل في حق الطفل 5 رضعات ولم يكتمل في حق الزوج 5 رضعات. لماذا؟ لأنها ذات زوجين، لأنها ذات زوجين ولم يكتمل للزوج. أظن بهذا يتضح الأمر. قال: وإذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر، وفي الحولين، إذا لابد من 5 رضعات، ولا بد أن يكون في الحولين. ما معنى الحولين؟ يعني في عامين، يكون يعني ما زال لم يكبر هذا الطفل عن حولين، عن 2، لأن الرضاعة المؤثرة لا بد أن تكون في الحولين، في 2 ما زال. لماذا؟ لأن بعد 2 يبدأ يأكل، فالأكل هو الأساس يكون، وهو الذي يبني عظمه بإذن الله، بخلاف ما دون الحولين، فما زال اللبن يحتاج للبن، الطفل يحتاج للبن ويتغذى من اللبن، لكن بعد الحولين لا، يتغذى من طعام. ولذلك الرضاعة المؤثرة ما كانت في حولين. طيب، جيء بطفل عمره 2 وشهر، 2 وشهر، 2 وأسبوع، وقالوا: يا فلان ارضعيه، أرضعته 10 رضعات ولا شيء، هذا ليس له أثر. رضاع الكبير، ومعنى الكبير ما فوق 2 لا يؤثر، وهذا هو الراجح. الراجح أن رضاع الكبير لا يؤثر. وأما ما جاء في قصة سالم مولى حذيفة فهذا خاص، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل الحرمة، الأصل عدم يعني التحريم وانتشار الحرمة بعد العامين، هذا الأصل. وأما ما استثني منه مولى سالم الذي هو حذيفة كما جاء في الحديث فهذا خاص به، وهذا خاص به، لأن الأصل عدم هذا الحديث، حديث عام، والعام يقدم على الخاص، العام يقدم على الخاص، لأن ذلك صورة من صور التخصيص، هذه صورة من صور التخصيص. أما ما جاء عمومه للناس فإنه الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولذلك فهم أكثر الصحابة على أن الحرمة لا تنتشر إلا في العامين، بعد العامين ما تنتشر. ولذلك شيخنا الشيخ محسن العباد حفظه الله تعالى يقول: لو كانت الحرمة تنتشر، اللي هو التحريم ينتشر بعد العامين، لكانت أي امرأة تريد أن تتخلص من زوجها فإنها تجعل له حليبا في زجاجة مثلا أو في كأس فتعطيه يشرب، فإذا شرب قالت: أنت ابني من الرضاعة، خلاص تتخلص منه، تقول له: أنت ابني من الرضاعة، أنت الأمر. فإذا ليس الأمر كذلك، والصحيح الصواب، وهذا الذي رجحه الحافظ بن حجر غير من أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم، على أن الحرمة لا تنتشر في الكبير، لا تنتشر في الكبير. وأما قصة حذيفة مولى سالم فهذا خاص به. نعم.
قال في الحولين. وأما من جهة أقارب الرابع فإن التحريم يختص بذرية الرابع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم. طيب انتبهوا معي، انتبهوا معي وانظروا إلي. الإنسان عنده أصول وفروع وحواشي. الإنسان عنده أصول، أصلاه أبوه وأمه، وفروع كل من تفرع منه الذي هم أبناؤه وبناته. هؤلاء الفروع والأصول، من هم الحواشي؟ الحواشي هم من؟ الحواشي إخوتك، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، هؤلاء يقال لهم حواشي، هؤلاء يقال لهم حواشي. ما كانوا يعني ليسوا من أصولك، ليسوا هم أصولك وليسوا هم فروعك، ما يتفرعون منك، هؤلاء يسمون الحواشي. طيب الآن أنت إذا رضعت من امرأة، من الذي يتأثر؟ هل يتأثر أصولك أو حواشيك أو فروعك؟ تتأثر أنت وفروعك فقط، أبوك أمك وإن علوا والحواشي هؤلاء لا يتأثرون، وإنما الذي يتأثر من يتفرع منك أنت، أنت ومن تفرع منك، أبناؤك أبناء أبنائك أبناء أبناء أبنائك، هكذا هذا يتفرع منك. ولذلك يجوز لأخيك من أصلك أن يتزوج أمك من الرضاعة، فهمتم؟ أخوك يجوز له أن يتزوج أمك من الرضاعة لأنه هو ما له دخل بك، هو ما رضعه، هو ليس هو الذي رضعه، وإنما الذي رضعت أنت. لكن ولدك أنت لا يجوز له أن يتزوج أمك من الرضاعة لأنه منك أنت، اللبن يؤثر فيك ومن تفرع منك، اللبن يؤثر فيك ومن تفرع منك. أيضا انتبهوا لمسألة مهمة وهي المرضعة أبناؤها الأولون والآخرون كلهم إخوتك، لأن بعض الناس يظن لا بد أن ترضع مع الطفل أنت حتى يكون أخوك من الرضاعة، لا، هذه المرأة كل من كان، أنا ما أدري كيف جاءت فكرة لبعض الناس هذا الكلام، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. يقول لابد، يقول فلان رضع معي فهذا أخي، كل من رضع من هذه المرأة سواء أبنائها الأصول أو أيضا آخرون رضعوا، سواء كانوا قبلك بعشرين ثلاثين سنة أو كانوا بعدك بعشرين ثلاثين سنة، كل هؤلاء إخوتك، كل من رضع من هذه المرأة هم إخوتك، وما تفرع من المسائل التي ذكرنا، أعمامها أخوالها أجدادها أمهاتها، كل ما يتفرع يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب قال وأما من جهة أقارب الرابع فإن التحريم، إذن الآن تنتبهون، فإن التحريم يختص بذرية الرابع، يعني الذي رضع. التحريم ينتشر فين؟ ينتشر في الذرية، في ذريتك أنت الذي رضعت، حرمتك الحرمة تنتشر فيك أنت وذريتك، لأن اللبن فيك أنت وفي ذريتك، لكن أبوك أمك إخوانك هؤلاء ما رضعوا، هذا ما هذه أجنبية عنهم. كل ما جاز لك أو حرم عليك من الرضاعة هم ما لهم دخل أصلا، هم ما لهم دخل أصلا. قال وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم
وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم. هذا ما لهم دخل أصل. إذا من هو الذي يتأثر؟ الذي رضع وذريته. قال وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب وكذلك في الرضاع. شفتم؟ حتى الجمع بين أختين ما يجوز. أنت لا يجوز لك أن تجمع بين أختين من الرضاع. هذه امرأة وهذه امرأة رضعا من امرأة واحدة فهي أختها من الرضاعة ليس من النسب. لا يجوز الجمع بين الأختين لا من الأصل، لا تتزوج أختين وتكون تحتك أختين، لا من النسب ولا من الرضاعة. كذلك أن تجمع بين المرأة وعمتها من النسب أو من الرضاعة ما يجوز لك. لا، ما يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، تعرفون هذا؟ ما يجوز أن تتزوج امرأة وتزوج عمتها، وتتزوج امرأة وتتزوج خالتها، يعني في وقت واحد. أما متفرق جائز، تتزوج هذه المرأة ثم تطلقها تزوج عمتها ما في بأس، تطلقها وتتزوج أختها جائز، هذا ما في بأس. الكلام في آن واحد، الكلام على إيش؟ في آن واحد ما يجوز، أو تحت زوج واحد ما يجوز. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما سلف، إلا ما سلف. هذا الشيء الذي كان في الجاهلية، هذا كان في الجاهلية. ولذلك من أسلم، انتبهوا، من أسلم وتحته تحته أختان، من أسلم وتحته أختان يجب أن يختار واحدة ويطلق الأخرى. هذا مثل لو أسلم وعنده 10 نسوة. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وعنده 10، عنده 10 نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. هل لابد أن يختار 4 الأولى؟ لا، يختار ما شئ، يختار 4. وكذلك لو كان تحته أختان فإنه يختار إحداهما، ما يجوز. وهذا معنى الآية إلا ما سلف. إيش يعني؟ الشيء الذي ذهب، الشيء الذي ذهب. وأما من الآن ما يجوز. نعم. قال وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب ومثل ذلك في الرضاع. نعم. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله عنها ماذا؟ استشكلت، استشكلت رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عن الصحابة أجمعين، استشكلت أن رجلا يقال له أفلح أخو أبي القعيس، استشكلت أن رجلا يقال له أفلح أخو أبي القعيس أراد أن يستأذن عليها، وأفلح هذا هو أخو هو أخو من زوجته أرضعت عائشة رضي الله عنها، فيصير هذا أفلح يصير إيش؟ يصير عمها، يعني يصير ماذا؟ عم عائشة رضي الله عنها من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تشت تقول يا رسول الله إن أفلح، إن الرجل لم يرضعني وإنما رضعتني امرأته، إن الرجل يعني له أبو قعيس ما لأخو أفلح هو ليس الذي أرضعني، الذي أرضعتني زوجته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها ائذني له إنما هو عمك، ائذني له إنما هو عمك. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكر هذه القاعدة اللي هو حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. فهذا إيش يصير؟ يعني عائشة رضي الله عنها أرضعتها زوجة أبي القعيس،
فجاء أخوه أبو القعيس يستأذن على عائشة فقالت له لا ما تدخل أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعت، قالت يا رسول الله الذي أرضعتني المرأة، يعني هذا الرجل إيش له مثلا في هذه المسألة؟ هذا هو اللبن الفحل، هذا صاحب الفحل، إذن هذا يعتبر عمك لأن هذا يعتبر أبوك من الرضاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذني له فإنما هو عمك من الرضاعة، عمك من الرضاعة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علون. أم زوجتك أنت إذا تزوجت أمها حرام عليك، أم أمها أم أمها حرام عليك أيضا، وإن علون وإن علون. وكذلك أم أيضا أم أبيها وإن علون. كل الأمهات، عندما نقول الأمهات يعني أمهات الأمهات وأمهات الآباء، لأنه من الجهتين حرمة تنتشف الجهتين. قال وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علون، وإن علون، وبناتها وإن نزلن، وبناتها وإن نزلن. هنا مسألة وهي الزوجة إذا تزوجت بها وعندها بنات تسمى إيش؟ ربيبة، تعرفون؟ كما قال عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة. طيب متى تحرم الربيبة هذه؟ إذا دخلت بالأم، رجل تزوج بامرأة ولها بنت عقد عليها، عقد عليها، هل تحرم ربيبتها؟ إلى الآن ما تحرم، دخل بها هنا تحرم. إذن البنت تحرم بالدخول على أمها، لا يكفي العقد فقط، البنت تحرم بالدخول على أمها. يعني شخص عقد على امرأة ثم طلقها، قال يعني عقد عليها وما مشت الأمور طلقها، يجوز له أن يتزوج بنتها لأنه ما دخل على الأم. أما العكس لا، ما يجوز. لو عقد على البنت مجرد العقد تحرم الأم، مجرد العقد تحرم الأم. ولذلك الأمهات يحرمن مجرد العقد على البنات. أنت الآن تذهب تعقد على بنت ثم لما عقدت والله شفت أنك ما تواصل ولا وما يعني ما دخلت إلى الآن، لكن عقد، إذن يستوجب إيش؟ العقد يستوجب إيش؟ الطلاق خلاص. لكن أمها خلاص هذه تعتبر أم زوجتك، هذه محرمة عليك مؤبدا وإن لم تدخل بالبنت، وإن لم تدخل بالبنت فإن أمها تحرم عليك بمجرد العقد على بنتها. ذكر العلماء حكمة، وهذا مصداق قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن ذكر الدخول في النساء الأمهات اللاتي دخلتم بهن. قال فإن لم تكون، والله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أيش؟ أن تنكحوا يعني بناتهم، فلا جناح عليكم أن تنكحوا يعني بناتهم. العلماء ذكروا حكمة، وهذا لعله من الحكم، أن البنت يعني إذا طلقت وأنت تأخذ أمها، هذا أمر صعب جدا، تطلق بنت وتأخذ أمها، هذا صعب جدا، ما ترضى البنت، وقد يحدث بذلك عقوق، وتحدث بذلك تقطيع للأرحام. لكن الأم لحبها لبنتها وحبها الخير لبنتها فإنها
إذا طلقت هي وأخذ بنتها فإنها تحب الخير لبنتها، ولا يكون في قلبها ما يكون في قلب بنتها عليها، وهذا من رحمة الأمهات. فوالله عز وجل يراعي سبحانه وتعالى، ويعني وهذا من محاسن الدين، هذا من محاسن الدين. ولذلك أيضا عدم الجمع بين المرأة وخالتها من محاسن الدين حتى ما تقطع الأرحام. منهم من اعترض قال طيب من الرضاعة، يعني الأختين من الرضاعة ما في أرحام بينهم، لكن الأصل القاعدة عموم. وكذلك المرأة وخالتها بالرضاعة قالوا ما في أرحام بينهم، ما إذا قطعت، لأنك أنت برك الأحاديث التي جاءت والآيات التي جاءت في بر الوالدين، إنما المقصود من الأصلاب، ليسوا الوالدان من الرضاعة، انتبه، وإنما هؤلاء يحسن إليهم، يحسن إليهم لا شك أنه يعني أحسن إليك تحسن إليهم، نعم، ولكن ليس لهم ما لآباء الآباء والأمهات من الصلب. نعم، قال وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علون وبناتها وإن نزلن إذا كان قد دخل بزوجته. هذا إذن هذا قيد، هذا انتبهوا له، هذا قيد. إذا كان قد دخل بزوجته التي هي من الآن؟ الأم، أم البنت. وزوجات الآباء وإن علوا، أيضا زوجات الآباء لا يجوز لك أن تتزوج زوجة أبيك، لا من الآباء، لا زوجة أبيك ولا زوجة جدك ولا زوجة جد جدك، وإن علوا الآباء، لأنها الآباء المقصود به كل من علا من جهة الأب، من يعني أبيك وأبي أبيك وأبي أبيه وهكذا، هذول العلو من جهة الآباء، يعني جدك ما يجوز لك أن تتزوج زوجته لأنك أنت يعني متفرع منه. قال وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا، أيضا زوجات الأبناء، يعني زوجة ابنك ما يجوز أن تتزوجها، زوجة ابن ابنك لو طلقها يجوز لك زوجة، ما يجوز، زوجة ابن 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 ابنك وإن نزلوا، هذا لأن كلهم أبنائك، كلهم أبنائك. ولذلك في قوله عز وجل وكان أبوهما صالحا في سورة الكهف، قالوا المقصود الجد، أنه أحد أجداده كان صالحا، فيأتي الأب ويراد به واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني الآباء، الآباء المقصود بهم الأجداد. قال وإن نزلوا من كل جهة، إذن وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، يعني أبناء الأبناء وأبناء أيضا البنات، كل من تفرع منك لا يجوز أن تنكح زوجته. قال ومثل ذلك في الرضاع، ما الدليل على أنه يجوز أنه هذا في الرضاع؟ حتى في هذا التفصيل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه قاعدة، قاعدة كلية. قال ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف، يعني الجمع بين أختين، الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع، ولكن الراجح، قال ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة تحريم ذلك للعموميات. ما معنى العموميات؟ حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، خلاص هذا هو الأصل العام، ما الذي يخصصه؟ ما الذي يخرجه؟ الأصل بقاء العام على أصله حتى يأتي ما ينقله عن أصله، الأصل بقى ما كان على ما كان. إذن كذلك قال تحريم الجمع والصهر، أيضا زوجة ولدك من الرضاعة، زوجة ولدك من الرضاعة يجوز؟ ما يجوز، ولدك من الرضاعة ما يجوز، أنت ابعد كلمة رضاعة وخلي زوجة ولدك، يجوز زوجة؟ ما يجوز، وهكذا، وأنت محرم لها أبدي حتى لو طلقها ولدك، حتى لو طلقها ولدك ما يجوز، لأن هذا يصير يعني سبب التحريم هنا، يعني أن صارت مصاهرة،
صارت مصارفة تصير أبدية. حتى لو طلق بنتك ولا طلق يعني طلق هو زوجته، خلاص هذا يعتبر من محارمها يعني من الأبدين، ولو طلقها، ولو طلق هذه المرأة مثلا ولدك طلق زوجته، أنت محرم لها، أنت محرم لها أبد الآباد. ليس المسألة أن المحرمية وقت زواج ولدك بها، يعني حتى لو طلقها خلاص أنت محرم عليها دائما وأبدا، أنت محرم عليها دائما وأبدا. وهذا سبب التأبيد هنا المصاهرة، مثل أم زوجتك، خلاص إذا دخلت بها ولو طلقت يوم من الأيام، لو طلقت يوم من الأيام أمها، هذه محرمة عليك أبد الآباد، بنتها محرمة عليك، وهي محرمة عليك، يعني هذه البنت محرمة عليك أبد الآباد. لماذا؟ لأنك قد دخلت بأمها هذه الربيبة. طيب، قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل تخرج الربيبة التي ما تربت في حجر الزوج؟ ذكر الحجر هنا هل له مفهوم؟ لا مفهوم له. قال العلماء: خرج مخرج الغالب. الغالب أن الربيبة فين تتربى؟ في حجر، في حجر زوج أمها، هذا الأصل. لكن إذا تزوج واحدة بنتها مزوجة، ما ليست يعني ما تربت عندها، لكن خلاص هذه دخل بأمها، دخل بأمها. نعم. ولذلك أختم بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه بنت حمزة، حمزة من هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، لو أنك تتزوج بنت حمزة تصير من؟ بنت إيش؟ بنت عمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنها ابنة أختي، من ابنة أخي من الرضاعة، لأن حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم رضع من امرأة واحدة، قيل هي ثويبة رضع. فإذا حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أخوه. فبنت الأخ من الرضاعة أنت عم، أنت إيش؟ أنت عمها، أنت أخو أبيها. وهذا يدلنا على أيضا انتشار الحرمة في الأبناء وما يتعلق بذلك. أيضا ما جاء عن أم حبيبة، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، فقالت: يا رسول الله، تزوج أختي، تزوج أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لي أن أتزوج أختك، لأنه ما يجوز الجمع بين أختين. قيل أن أم حبيبة عرض ذلك لأن كانت تظن أن هذا خاص بالنبي، أن هذا خاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الجمع بين الأختين. لماذا؟ استنبطت من كلام كان قد شيع أنه سيتزوج بنت أم سلمة التي هي إيش؟ ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إنا قد سمعنا، شاع، ما أكثر الشائعات، مثل شائعة الإفك، مثل غيرها شائعات لكن لا حقيقة لها. فقالت: يا رسول الله، إنا نسمع أنك تريد أن تتزوج درة، درة بنت أم سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة؟ مستغرب، بنت أم سلمة؟ قالت: بلى يا رسول، يعني نعم يا رسول. قال: لو لم تكن ربيبتي، انتبه، لو لم تكن ربيبتي لكانت هي ابنة أخي، لأن أبو سلمة أيضا رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة. فإذا الحرمة من جهته، فهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له. إذن هذه درة بنت أم سلمة لا تحل النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ربيبته، وكذلك لأنها بنت أخيه أم سلمة، لأن أبو سلمة وحمزة والنبي صلى الله عليه وسلم رضعا من امرأة واحدة وهي ثويبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا تعرضوا علي بناتكن ولا أخواتكن. نعم. وبهذا يكون قد يعني جئنا على هذا الحديث، وذكرنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين،
وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.